السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام اهلا بيكم. طيب فيديو خياطة، زي ما قلت لحضراتكم السجاف هو هيكون اول حاجة هنخيطها. المكوك لازم يكون من نفس لون القماش، الخيط لازم يكون من نفس لون القماش، فكله لازم ناخد بالنا ما يبقاش الخيط مخالف، لانه بيبان بيبقى شكله وحش جدا. لو انت هتعملي مشروع لازم تاخدي بالك من الملحوظات دي وتحطيها في عين الاعتبار. شايفين كده؟ مش هتشوفي لون الخيط ابدا، تمام بالشكل ده. واروح ايه مدياها بقى خياطه بالشكل ده اهو من ناحيتي اهو. القطعة دي مهمة جدا وغالية جدا جدا، اي حاجة هتطلع موضة اعرفي ان هي هتكون غالية، مهما كان تنفيذها بسيط طالما موضة اعرفي ان هي هتكون غالية، تمام اهو بالشكل ده. طبعا احاول اكويها، ولما اجي اكوي لازم احط قماشة بيضة كده على حاجة انا قبل ما اكوي، تمام. طيب باخد القطعة التانية اهي بالشكل ده. خدي بالك هنا تشطيب المثلث بيعمل مشكله وازمه عند ناس كتير اهو، ولازم بقى اخد بالي من ايه، وش القماش على وش القماش اهو، تمام. خدي بالك عشان المساحه تكون مظبوطه اهو، ما تشديش الكود ما بيتشدش كده. تمام بنقل الشكل ده شايفين كده شكله، تمام. طيب انا عايزة اقول لك ان هو شكله حلو جدا، ولو انت اخترعتي فيه اختراع اظن انه هيبقى يعني حصري وعصري من نوم، انك تاخدي الخياطة دي من برة، تمام، وتخلي شكل المثلث بالشكل ده. لو انت مش عايزة بتاخدي الخياطة بالشكل ده اهو، يعني بتقلبي ده كده اهو بالشكل ده كده بالشكل ده، تمام، بتخيطي هنا عشان تثبتي الجزء ده، تمام. بس انا شايفة انه هو كده هيدي شكل حلو جدا بصراحة، هتبقى حاجة جديدة. وممكن لو انت كمان اللون غامق ولا حاجة وحطيتي اي شريط هنا بيبقى شكله حلو برضه في منتهى الجمال. هنسأل صاحبة الشقة ونشوف هنعمل ايه. طيب هي قالت لي لا المهم ادخلها من جوه، دخلناها اهي وخيطناها وده المثلث بتاعنا اهو، تمام. طيب الابد بقى اهو، ده الابد بناخده دوران صغير كده وبنخيطه بس، ما تشديش الكود ما بيتشدش اهو على الحرف زي ما انتوا شايفين، ونفس الحكايه الناحيه الثانيه، مفيش اسهل من كده تفاصيل. اي حاجه بتطلع جديده والبنات بتبتدي تشتريها اعرفي ان القطعه زي دي تخش لها في 200 جنيه الا، وهي اصلا مش هتكلفك ربع ثمنها. الاكتاف على بعض زي ما حضراتكم شايفين اهو، شايفين في خيوط، لازم اشيل الخيوط، لازم شغلي يكون منظم اول باول، ما اسيبش المواضيع دي لغايه اما تكتر معايا. طيب بعمل اوفر بعد كده وادقق عشان لون الاوفر يكون مقارب للون القطعه اللي انا بعملها. الموضوع ده مشروع، ومشروع هايل جدا جدا وكسبك ذهب بدون مبالغه، والله بدون مبالغه، لان الكود موجود في الاسواق وموجود في اماكن كتير وتقدري تجيبي كميه، محدش يقول لي بيتباع فين واجيبه ازاي عشان كل بلد فيها اسواق، فلازم حضرتك تسالي فيها او تدخلي في جروبات خاصه بالمحافظه بتاعتك تسالي فيها، تمام. طيب واروح جايه كده بقى هنا ايه، وتسوقي طبعا على تعملي صفحه نت وتسوقي
من خلال الصفحة دي، وبشيل الزيادة بتاعت القماش ده من هنا اهو اهو، وباخد هنا من تحت الكتف. تمام، حاولي تقسمي على حسب ما انت عايزه الموديل اهو. شوفي ده كده الناحية التانية نفس الحكاية. ده بقى هتقسمي تريحة بلاش، بقولها البسيه وانت رايحة الدرس عشان نشوف شكله. هو صحيح لسه الشتا مش قوي، بس برضو علشان نشوف شكله بشكل حقيقي، علشان ما يبقاش احنا بنعمل حاجة وما بنطلعهاش للناس. صح صح. بصوا شكله عامل ازاي. طيب ده ينفع اعمله رجالي؟ ينفع جدا. يعني اخيرا اخيرا ممكن تكوني بتعملي حاجة ولادي او رجالي معانا في الجروب، ما يبقاش كله بنات وستات. والله عادي، والله العظيم عادي، نفس الحكايه ونفس القصر. هيفرق ايه الفرق الوحيد في الموضوع؟ ان الرجالي ما عملوش تقسيم، الولادي ما عملوش تقسيم، اسيبه حته واحده. بصوا شايفين جماله وبساطته، الفينش بتاعه اهو تمام، مفيش اي حاجه فيه صعوبات. هنا ضيقت شويه، بصوا هتلاقيني واخده ايه زياده شويه، عشان انا مش عايزه الجزء ده واسع على القمر بتاع الجيبه اللي هيتلبس عليه. تمام، طيب هنتني تانيه واحده. خلي بالكم من النقطه والملحوظه اللي انا بقولها دي، تانية واحدة تمام. لو انت مش محتاجة الزيادة دي بنشيلها. انا بتني تانية واحدة علشان ما بحبش في حاجات ما ينفعش فيها تانيتين تكلكع تزرزر تبقى شكلها وحش اهو. الجيبة اللي انتوا هتشوفوها والبلوزة احنا عاملينها تمام، الحمد لله والفضل لله. الجيبة والبلوزة والطقم كله احنا عاملينه، تكلفته لا مفيش داعي اقول لكم، الحمد لله ده فضل ربنا علينا. لازم نتعلم الخياطة عشان تعليمك الخياطة بيجنبك السؤال. عارفة يعني ايه جنبك السؤال؟ يعني ما يخليكيش تبصي على الموديلات وانت متحسرة ان الاسعار غالية، يعني ما يخليكيش نفسك تساعدي في البيت ونفسك يبقى عندك دخل وفي نفس الوقت مش قادرة، اصلا مش متعلمة، اصلا انا مش عندي مكان. كل دي اعذار ناس كتير عندي في جروبات واتساب ما عندهاش مكن وبتبتدي وبتشتغل ما شاء الله اللهم بارك، فلما تجيب المكنه بتبقى خلاص عارفه هي هتعمل ايه، فما بقاش عندك الحاجه الجديده. تنظيف مهم جدا، تنظيف القطعه من اهم الحاجات اللي ممكن ابقى انا بلاحظها لما اجي اشتري اي حاجه. لازم اقلب في القطعه كويس، لو لقيت خيوط ما بشتريش، لو لقيت فينش وحش ما بشتريش. فلازم تبقي فاهمه ان كمان الناس بتقيس شغلك من طريق الحاجات اللي انا بقولك عليها دي. بصوا اهو لازم اول باول التنظيف، شايفين الكود وجماله، شايفين القطعة. ينفع رجالي اولادي؟ والله ينفع، مالكم مستغربين ليه؟ عادي، بس زي ما قلتلكم اعمل ايه، ماخدش التضييق ماخدش التقسيم، لكن هي نفس الخطوات نفس المثلث، ما عملش عمق الابط خلاص، ورا يبقى زي قدام، خلاص ورا يبقى زي قدام. هنشوف شكله دلوقتي كله، هنشوف البلوزة اللي اتعملت، هنشوف الجيبة اللي اتعملت، وبدون بطرون، كله بدون بطرون. عندنا الخياطة اسهل مع ام عبد الرحمن. بشكركم جدا، اترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.